التعريف المخطط طبعا التعريف ده لكلمة مش بتسأل عنه، ده بتاعتك أرقام فقط، مش حاجة اسمها كل تعريف المحدد ايه، بس دي معلومة لكلمة عايزك تتأسس طبعا. المحددات دي عبارة عن مجموعة من الأرقام مرتبة في شكل صفوف وأعمدة، هو ده تركيبة المحدد، رسمة رياضية جواها أرقام فيها عمود أعمدة وصفوف. طبعا احنا كبار مش صغيرين، ده عمود يا صحار، ده عمود وده عمود، اللي نايم ده الأفقي، ده صف وده صف، تمام؟ فقال لي عندك شرط مهم جدا عشان يبقى اسمها محدد، إن عدد الأعمدة لازم يساوي عدد الصفوف. أنت عندك كام عمود؟ عمودين. وعندك كام صف؟ صفين. يبقى ده محدد. تمام؟ يبقى شرط المحدد إن عدد الأعمدة يساوي عدد الصفوف. تمام؟ فقال لي أنت عندك في المحدد ثلاث أنواع. درجة ثانية ودرجة ثالثة ودرجة رابعة، وقلنا الرابعة دي من غير. تمام. معنى كلمة درجة تانية إن رسمة المحدد دي هيكون فيها عمودين وصفين فقط. لو فهمت درجة تانية تفهم تالتة. يبقى تالتة فيها كام عمود وكام صف؟ تلاتة وتلاتة. يبقى أنا كده هتكون بالشكل ده. أدي تلات أعمدة وتلات صفوف. طب لو فهمت تانية وتالتة تفهم رابعة. أربع أعمدة وأربع صفوف وملغية من عندك. طيب أنا عشان أحل المسألة دي، هي دي المسألة، عشان أحل المسألة دي بحلها إزاي؟ قال أنت عندك قانون، القانون ده بيقول الأقطار الموجبة ناقص الأقطار السالبة، وممكن تحفظ القانون بطريقة تانية، مجموع حاصل ضرب القطر الأيمن ناقص مجموع حاصل ضرب القطر الأيسر، ممكن بطريقة تالتة القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي. ده بالنسبة للقانون، أي قانون في التلاتة شكله عجبك احفظه. أنا بالنسبة لي كطالب ما بستخدمش قانون، أنا أعلمك طريقة تحلها بيه، لكن أنت بالنسبة لك كمعرفة ليه شوف القانون اللي يعجبك واحفظه. طيب تعالى نبدأ بالدرجة التانية. في آخر المحاضرة بفكرونا أديكم قاعدة الإشارات بتاعت الابتدائي، ها؟ واخد بالك؟ هديكم قاعدة الإشارات عشان اللي برضه مش عايز يستخدم الآلة يبقى ماشي مع الدرجة. في ناس هتقول لك أشتغل بدماغ. ها؟ في أي مشكلة؟ حد عنده أي سؤال فيها؟ ها؟ طب يلا أسرع واحد هيحل لي المسألة دي هيفوت بيها. يلا شطور. نيجي بقى لأسئلة الامتحان. هو انت مش عايز سؤال الامتحان اللي فيك سؤال الامتحان؟ لا مش عايز سؤال. اكتب الامتحان بيبقى جاي لي بصورة معادلة، ما بيبقاش جاي يعني. كان زمان قوي دكتور علي الديب من 4-5 ترمات كده يا دكتور علي الديب بيجيب اللي هو اوجد مخطوط المحدد، بيجيب المحدد بالشكل ده. طب الشكل التاني بتاعها ايه؟
هي تيجي في معادله. ازاي في معادله؟ احنا اتفقنا ان احنا شغالين على انهي درس محددات من الدرجه الثانيه. لا احنا دلوقتي في الثانيه. معنى كلمة من الدرجة الثانية يعني انت عندك مجهولين، مجهولين دول هم س وص. ان شاء الله لما ناخد الثالثة هتزيد عليهم ع، يبقى س وص وع. تمام، يبقى انا في الدرجة الثانية هتبقى س وص. اي معادلة خلقها ربنا بتكون س زائد او ناقص ص بتساوي رقم ع، انت ع بتساوي رقم. تمام، ده ترتيب المعادلة. ما ينفعش تبقى معادلة لو ما بقتش بالشكل ده. رقم لسين، الرقم بتاع سين ده هيبقى اسمه معاملات سين. رقم لصاد هيبقى اسمه معاملات صاد. رقم بره، الرقم البره ده اسمه رقم مطلق. وزي ما بقولها دايما رقم مطلق، لا رقم مطلق، او اسمه رقم ثابت، سميه زي ما تسميه. المهم ان انا تركيبه المعادله عندي هتبقى س بارقامها، ص بارقامها، ورقم مطلق. طيب عشان احل المعادله احلها ازاي؟ لما يجي مثلا محدش يكتب، عندك كميه اسئله حاططها لك في الملزمه كتير، انا عايزك تركز بس. اتفضل يا مستر. الهدف من المعادله هو انك انت تجيب قيمه، قيمه س وقيمه ص. احنا حل المعادله بالمحددات عشان توصل لقيمة لسين وقيمة لصاد. فلما يجي يقول لي مثلا اوجد قيمة، هو ده سؤال الامتحان، قيمة سين وصاد باستخدام المحددات. يجي يقول لي مثلا 2 سين زائد 3 صاد بتساوي مثلا 15، 4 سين ناقص ص بتساوي مثلا 7. ده شكل السؤال في الامتحان وما عندناش اشكال ثانيه. مش عشان انا بقول كده، لا، عشان علم الرياضه المحددات بتقول كده، ما عندناش اشكال ثانيه. هو ده سؤال الامتحان، مش انت عايز تخش الامتحان تلاقي اسئله انت حضرتها هي دي. هو ده شكل سؤال الامتحان. ثواني بس، حلوا الاسئله بعد ما اخلص، ما تعلميش الله يكرمك. انا عشان احل المحدد او الهدف من المسألة دي ان انا اوصل للقيمة اللي هو عايزها، وعايز يطلع قيمة لـ س وقيمة لـ ص. تمام، اتعرف على المعادلة بدماغي. انا المعادلة متكونة من س وص ورقم مطلق. ابص كده المعادلة الاولى، دي س موجودة وص موجودة، ودي الرقم المطلق موجود. ادي س موجودة، ص موجودة، رقم مطلق موجود. يبقى انا كده عندي المعادلة كاملة. طب وقت ما يكون اي رمز مش موجود، دي بقى الالعاب بتاعت الاسئلة، اي رمز مش موجود تحط صفر، تحط صفر. الرمز رمز س ص، لو س مش موجوده حط مكانها صفر، ص مش موجوده حط مكانها صفر. الثلاثه بس ما ينفعش، يعني 2 س يساوي 15 مثلا. يعني مثلا جت لي المعادله بالشكل ده، 2 س بتساوي 6 مثلا، ص موجود هنا؟ لا لا، يعني يبقى صفر. يلا يا شباب، عشان بقى احل المحدد ده، قال لي اول حاجه تعرف ان اصلا كلمه محدد الاسم الثاني بتاعها اسمه دلتا، واختصار دلتا هي المثلث. يعني محدد ماشي، دلتا ماشي، مثلث ماشي. فخلينا في الاختصار المثلث على طول. فقال لي اول حاجه تعملها انك تطلع دلتا العام. يعني ايه دلتا العام؟ قال لي دلتا العام مالكش دعوه بالارقام المطلقه خالص، تاخد ارقام السين وارقام الصاد. بس خلي بالك، خلي بالك، طول ما انت في كليه التجاره السين في الاول وبعدها صاد، دايما السين في الاول. يعني ما ينفعش تحط لي صاد وبعد كده تحط السين، لا، السين في الاول وبعدها صاد. تمام، تمام. قال الارقام السين، ادي معاملات سين اهي الاثنين والاربعه، ادي الاثنين وادي الاربعه. قال المعاملات صاد هنا ثلاثه،
واجي لهنا لصاد. اي رمز طول ما انت في كليه التجاره، اي رمز مفيش جنبه اي رقم بيبقى جنبه واحد، ما بيخترعوش الله يكرمك، بيبقى جنبه واحد بس. الواحد عندنا جنبه الرمز ما بيبتدئش. طول ما انت في كليه التجاره مش في الماده دي، طول ما انت في كليه التجاره اي رمز فاضي سواء سين ص عين مفيش جنبه اي رقم تعرف ان جنبه واحد، بس احنا عندنا الواحد جنب الرمز ما بيبتدئش. تمام. خلي بالك ان الصاد اشارتها بالسالب، ده هتنزل بالسالب دايما. اللي هيعملها واحد بس من غير السالب هيطلع رقم، والمشكله ان الرقم ده هيلاقيه في الاجابات في الاختيارات. ما هو هي دي فكره البابل شيت، يلعب على الذكي والاذكى. انا دلوقتي طلعت مثلا خدت الواحد من غير السالب، زي مثلا طلعت عندي 6 هلاقي في الاختيارات 6. دكتور علي ديب عارف ان انت هتنسى السالب. تمام. يبقى تاخد بالك من الحاجات دي، اشاره سالب تاخدها زي ما هي. يبقى انا كده عندي الصاد فاضيه خدت الواحد، والواحد اشارته ايه؟ سالب. خدت السالب سالب. ابدا بقى احل بالطريقه بتاعت العاديه، اول رقم على اليمين من فوق 2 في المقص بتاعه سالب 1 ناقص اول رقم على الشمال من فوق 3 في المقص بتاعها 4، يبقى 3 في 4 احسب على الاله الحاسبه سالب 14. يبقى انا عشان اجيب قيمه س وص اول حاجه اعملها لازم اطلع دلتا العام. دلتا العام يعني مالكش دعوه بالارقام المطلقه، انا هاخد ارقام الس لوحدها والص لوحدها. وخلي بالي وانا بنقل الارقام، س احطها في الاول، لو حطيت ص في الاول هتطلع لي رقم تاني خالص. تمام كده طلعت دلتا العام. بعد كده اروح مطلع دلتا سين. ايه بقى دلتا سين بعد اذنكم اللي فاهم يوسف؟ ايه بقى دلتا سين؟ قال لي دلوقتي انت عايز تطلع دلتا سين، تروح باصص هنا لدلتا العام، تروح مخبي عمود سين، ما احنا قلنا دي ارقام السين ودي ارقام الصاد، تروح مخبي عمود السين بايدك خالص كده على الورقه، تخبي عمود سين وتحط مكانهم الارقام اللي بره. تاني معلش، هخبي بايدي عمود سين واحط مكانه الارقام المطلقه، يبقى انا هشيل الاثنين والاربعه احط مكانها ال 15 والسبعه. طب الصاد زي ما هي مالكش دعوه بيها، انت في دلتا سين يبقى انت خبيت عمود سين وحطيت مكانها الارقام المطلقه. تمام. احل بطريقتي العاديه، يبقى اقول 15 في سالب 1 ناقص 3 في 7 سالب 36. تمام. لو فهمت دلتا س تفهم دلتا ص، ولو ما فهمتهاش هدينا هنقولها تاني. انت قلت لي في دلتا س شيل عمود س وحط الارقام اللي بره، يبقى في دلتا ص اشيل عمود ص وس هتنزل زي ما هي، ادي الاثنين والاربعه، واشيل عمود ص خالص واحط مكانها الارقام المطلقه. يبقى تاني معلش عشان احل المعادله باستخدام المحددات، اول حاجه بجيبها دلتا العام. دلتا العام ماليش دعوه بالارقام المطلقه، باخد ارقام السين باخد ارقام الصاد، كده طلعت دلتا العام. بعد كده بطلع دلتا سين، عشان اطلع دلتا سين بخبي عمود سين واحط مكانه الارقام اللي بره، عشان اطلع دلتا صاد بخبي عمود صاد واحط مكانه الارقام اللي بره. تمام. احل بقى عادي، يبقى 2 في 7 ناقص 15 في 4 سالب 46. اخر خطوه احنا عايزين نوصل لقيمه سين وقيمه صاد. قيمة سين، قال لي دلتا سين على دلتا، دلتا سين انت عوض، ده عبارة عن قانون. دلتا سين سالب 36 على سالب 14 على الدلتا، دلتا العام اللي هي سالب 14 تطلع معاك زي ما تطلع. انت في كلية الأرقام كسر سالب تطلع سالب وتفرق. قيمة
ص. انت قلت لي في ده في قيمه س دلتا س على دلتا، يبقى قيمه ص دلتا ص على دلتا. ص على دلتا ادي دلتا ص سالب 46 على دلتا سالب 14. قيمة س القانون بتاعها اللي هتحفظيه دلتا س على دلتا. دلتا س ادي دلتا س اللي انت مطلعها بسالب 36 على الدلتا، الدلتا اللي انت مطلعها بسالب 14. يبقى كل الموضوع ان انا بعوض فقط. ادي دلتا س على دلتا. طب قيمة ص دلتا ص على دلتا، ادي دلتا ص سالب 46 على الدلتا سالب 14. طيب اللي عنده سؤال في دي اتفضل. اتفضل. لسه ده صفحة 4. حل المعادلات. لا، حل المعادلات الآتية باستخدام المحددات لإيجاد قيمة س وص. 2 س ناقص ص بتساوي سالب 8. س ناقص 7 ص بتساوي 9. بص معايا. دلوقتي ده السؤال بتاع الامتحان. الشكل اللي قدامك في الملزمه هو ده السؤال بتاع الامتحان. طيب انا عشان احل المعادلات باستخدام المحددات اول حاجه لازم اعملها ان انا اطلع دلتا العام. يعني ايه دلتا العام؟ اللي لسه داخل حالا. احنا المحدد عندنا عباره عن خطين واقفين بالشكل ده. الخطين دول انا باخد ارقام س احطها في الاول وبعد كده ارقام الص. باخد ارقام السين، الرقم اللي موجود قدام سين، الرقم اللي موجود هنا 2، واللي موجود بعد اذنكم وانا بشرح مش عايز اقطعك. بعد ما اخلص انا هقول اللي عنده سؤال اتفضل. في المعادله الاولى دي الاثنين حطيناها، في المعادله الثانيه اي رمز فاضي ما فيش جنبه ارقام بيبقى جنبه واحد بس ما بيتكتبش، يبقى انا عندي هنا واحد. اخد ارقام الصاد، ادي الصاد هنا فاضي لو ما فيش جنبها رقم يبقى واحد، بس خلي بالك الواحد ده بالسالب، سالب واحد. الرقم بتاع الصاد سالب 7. يبقى انا عشان اطلع دلتا العام خدت ارقام السين والصاد فقط، ماليش دعوه بالارقام اللي بره، الحدود المطلقه ماليش دعوه بيها. طيب انا عشان احل بقى المحدد ده قلنا ابدا باول رقم على اليمين من فوق، ده القانون بتاعك. القانون بتاعك بيقول الاقطار الموجبه ناقص الاقطار السالبه. ده القانون بتاعك. طيب انا عشان احلها انا بقول لك بالبلدي ابدا باول رقم على اليمين من فوق، ادي الاثنين. اضربه في المقص بتاعه، دايما حط في دماغك علامه المقص. اضربه في المقص بتاعه ادي السنبوكسه بتاعت الاثنين سالب 7. يبقى انا في القوس هنا هقول 2 في سالب 7. نفس الكلام من الشمال، ابدا باول رقم على الشمال من فوق سالب 1 في السنبوكسه بتاعته 1، يبقى سالب 1 في 1. احسبه مع الاله الحاسبه يطلع معايا سالب 13. ادي اول خطوه. تاني خطوه بجيب حاجة اسمها دلتا سين. أروح أعمل نفس الخطين بتوعي. يعني إيه دلتا سين؟ يعني هخبي أرقام السين، ماليش دعوة بالسين خالص، وأحط مكانها الأرقام اللي بره. يبقى بالبلدي هخبي بإيدي عمود سين وأحط مكانه الأرقام اللي بره. أدي عمود سين الاتنين والواحد، شيل الاتنين وأحط السالب 8، شيل الواحد وأحط التسعة. يبقى انت ماشي بنفس الترتيب. يبقى اخبي عمود س واحط الارقام اللي بره، ادي السالب 8 وادي التسعه مكان السين. الصاد تنزل زي ما هي، ادي سالب 1 وادي السبعه. اشتغل بنفس الطريقه. اول رقم على اليمين من فوق في المقص بتاعه سالب 8 في 7 ناقص السبعه بالسالب. السبعه بالسالب ناقص
السالب واحد في التسعة يبقى 56 وتسعة تلاتة خمسة وستة. زي ما عملت في دلتا س اعمل دلتا ص. ادي دلتا ص. انت قلت لي في دلتا س خبيت عمود س يبقى في دلتا ص اخبي عمود ص يبقى س هتنزل زي ما هي الاثنين والواحد واخبي عمود ص واحط مكانه الارقام اللي بره. تمام. ابدا اشتغل بنفس الطريقه. اول رقم على اليمين من فوق في المقص بتاعه يبقى 2 في 9 ناقص اول رقم على الشمال من فوق في المقص بتاعه 18 و 8 26. كده يبقى انت طلعت دلتا العام دلتا س دلتا ص. احنا عايزين نوصل سؤال الامتحان اصلا بيقول لك عايز منك قيمة س وقيمة ص. طيب انا عشان اجيب قيمة س تحفظ القانون ده زي اسمك دلتا س على الدلتا. دلتا س ادي الدلتا س انت مطلعها ب 65 على الدلتا العام. دلتا العام انت مطلعها ب سالب 13 تطلع معايا سالب 5. قيمة ص دلتا ص على دلتا. دلتا ص ادي الدلتا ص ب 26 على الدلتا اللي هي سالب 13 تطلع معايا بسالب. طيب انا عايز اتاكد من ان انا حليت صح ولا غلط. حته التاكد من الحل دي بتاعتك انت مش مطلوبه منك تعملها في الامتحان. انت اللي عايز تطمن من جواك انا حليت صح ولا غلط. انت طلعت السين رقم وطلعت الصاد رقم ليك انك انت تمسك اي معادله من دول تحط مكان السين السالب 5 وتحط مكان الصاد السالب 2. لو طلعوا بسالب 8 يبقى انت صح. بمعنى انا عندي معنى كلمه 2 س معناها 2 في السين وهنا سالب 1 في الصاد. شيل السين وحط مكانها كام؟ سالب 5. وشيل الصاد وحط مكانها كام؟ سالب 2. يعني معنى كده هتقول 2 في سالب 5 ناقص سالب 1 في سالب 2 وتحسبهم على الآلة الحاسبة. لو طلعوا معاك بنفس الناتج اللي بره يبقى انت صح. لو ضربت دول على الآلة الحاسبة 2 في سالب 5 ناقص سالب 1 ناقص 1 في سالب 2 طلعت معاك بسالب 8 انت صح. ومش لازم تعوض في المعادلتين، هي معادلة واحدة تكفي. ما انت لو دي طلعت صح يبقى دي هتطلع صح. طب تعالى كده أأكد عليك وتعالى نعمل دي. نعمل الرقم بكلمة س. تعالى كده نعوض في دي يبقى تقول كام؟ 1 في سالب 5 ناقص 7 في سالب 2. هتلاقيها طلعت معاك بتسعة، يبقى أنت صح. عشان تتأكد إن حلك صح. تمام؟ يلا ورقة وقلم يلا. اتفضل يا أستاذ، كنت عايز تسأل عليها. طب خد يا ابني. ناقص 2 من ص سالب 16. 2 س ناقص 14 ص 18. اللي حلها بعد إذنك ما سمعش صوت. الناس مش عارفة تحلها. وده مش عيب فيه، اللي عارف يحلها بس عايز أعرف عشان بس أتابع بعقلك. ده مش عيب فيه. أول مرة تسمع عن حاجة بقالك بعيد عن التعليم خالص. فده مش عيب فيه. المهم إنك تتعلم من غلط وتعمل الصح. إن شاء الله. قلنا عشان أحل المعادلة لازم أول حاجة أطلع دلتا العام. عشان أطلع دلتا العام قلنا هناخد أرقام السين والصاد فقط من غير الأرقام المطلقة. أرقام السين الأربعة والاثنين. أرقام الصاد سالب 2 وسالب 14. قلت اللي حلها ما اسمعش صوت. يبقى انا كده عشان اطلع دلتا العام ماليش دعوه بالارقام المطلقه. تمام. ابدا احل. قلنا ابدا باول رقم على اليمين من فوق في المقص بتاعه يبقى 4 في سالب 14 ناقص. يلا يا هدى قولي لي الجنب التاني هيكون كام في كام؟
سالب 2 في 2 طلعت كام عندكم؟ سالب 52. تمام، يبقى انا اول حاجه طلعتها دلتا العام، تاني حاجه طلعها هي دلتا سين. دلتا سين هخبي بايدي عمود سين واحط الارقام اللي بره، يبقى انا هشيل الاربعه واحط مكانها سالب 16، هشيل الاثنين واحط مكانها 18. تمام، ص تنزل زي ما هي، ماليش دعوه بيها، انا في دلتا س يبقى ص تنزل زي ما هي، يبقى انا عوضت في س بس. تمام، يبقى ص ادي السالب 2 وسالب 14. يلا يا امنيه، ها؟ امنيه سالب 16؟ ها؟ في سالب 14. تمام، يبقى سالب 16 في سالب 14 ناقص، كملي يا امنيه، سالب 2 في 18 طلعت بكام يا شباب؟ 260. تمام، اخر حاجه بجيبها هي دلتا ص. قلنا في دلتا س خبيت عمود س، خلي بالك شغلك كله على دلتا العام، اوعى تخبي عمود س هنا ولا عمود ص هنا، انت شغلك اهو في دلتا س خبيت هنا س، في دلتا ص هتخبي هنا ص، يبقى هتنزل س زي ما هي، ادي الاربعه والاثنين، واخبي ص واحط مكانها ادي سالب 16 و18. يلا يا شيماء، ها؟ هنجيب 4 في 18. 4 في 18 ناقص، ها؟ سالب 16 في 2. سالب 16 في 2 طلعت بكام يا شباب؟ 104. اخر خطوه هجيبها هي قيمه سين، قلنا بتساوي دلتا سين على دلتا. يلا يا رحاب، رحاب ها؟ كام على كام؟ 260 على سالب 52. قلنا دلتا سين على دلتا، دلتا سين اللي هي ال 260 على الدلتا اللي هي دلتا العام، يبقى 260 على سالب 52 تطلع بكام؟ سالب 5. قيمة ص، اسم الأستاذة إيه؟ أسماء؟ قولي أسماء، ها؟ دلتا ص على دلتا، فين دلتا ص؟ 104 على الدلتا؟ سالب 52. يبقى 104 على سالب 52 كام؟ سالب اللي حلها كده انت ناس 10 من 10 ونجمة واحدة، نجمة واحدة، نجمة يا دكتور، ليه؟ الشكل ده لازم ترتبه، ما ينفعش تحلها من غير ترتيب. كلام واضح، عينك ترشا اول ما امسك المساله، عينك ترشا، المعادله مرتبه كلام ايه، المعادله مش مترتبه لازم ارتبها عشان احل، لو ما رتبتهاش يطلع الحل غلط. طيب تيجي بقى للترتيب، بقول لك على طريقه خطه كده. الترتيب بالنسبه لنا علامه اليساوي، علامه اليساوي دي انا مسميها الكوبري عشان تفتكرها. اي حد من دول هيعدي هنا لازم اعكس اشاره، لو كان هنا وهيعدي هنا اعكس اشاره، يبقى انا بعكس الاشاره، لو موجب اخليه سالب، لو سالب اخليها موجب، امتى؟ اللي يعدي من فوق لفوق. لكن لو حط لي السين قبل الصاد ولا الصاد قبل السين انت هترتب هنا، يبقى مفيش عكس الاشاره. بمعنى نفترض مثلا جه وقال لي 3 ص ناقص 2 س بتساوي 8، المعادله كده بترتبها؟ لا لا، ارتبها انا ترتيبي لازم س بعدها ص يساوي الرقم. طب انا س هجيبها هنا والص هجيبها هنا، عدوا من الكوبري؟ لا، يبقى الاشارات زي ما هي، السين اشارتها بالسالب ادي سالب 2 س، التلاتة اشارتها بالموجب ادي سالب 3 ص بتساوي 8. تاني معلش، انا اللي يعدي الكوبري فقط هو اللي هعكس اشارته، لو موجب اخلي سالب، لو سالب اخلي موجب، لو عدى من الكوبري ما عداش من الكوبري ولا كاني شايف، الاشاره تتعكس في اللي يعدي الكوبري بس. طيب لما اجي اقول لك
2 صاب ناقص 5 بتساوي سالب 2 س. معادلة كده مترتبة؟ لا لا لا. ترتيب ايه الاول؟ احفظ الترتيب. لا احفظ الترتيب. س ص يساوي الربع. عايزها ترمي في ودنك كده. س ص يساوي الربع. حلوة قوي. طيب انا السين ده السين في اخر الدنيا. السين هتيجي هنا. تبقى هتعدي كده من الكوبري ولا لا؟ طب اشارتها ايه؟ سالب. تعدي الكوبري تبقى ايه؟ اتنين سين. انا كده هقول 2 زائد 2 ص. ثواني يا جماعه بعد الصاد. الصاد في مكانها مش هتعدي الكوبري. لا لا لا. لا. زائد 2 ص. زائد 2 ص هتساوي شايف؟ هذا الرقم المطلق هنا. هيجي هنا كده عدى الكوبري. هو اشارته ايه؟ سالب. يعدي الكوبري يبقى ايه؟ ممكن تبقى 5. تاني معلش. تاني وثالث وعاشر. ما هو يا زهقكم يا زهقوني. قولي قولي له. طيب بسمع على فكره. قولي اقوله سالب 2 ص سالب 4 ص سالب 3 بتساوي 5 س. يبقى سالب 5 س زائد 4 ص سالب. لا انا مش عايز اسمع. لا انا الاول. سالب 4 ص ناقص 3 بتساوي 5 س. اولا امشي على اللي انا بقوله. اولا معادلة مترتبة ولا لا؟ لا مش مترتبة. طب ترتيب الأصلي عبارة عن إيه؟ حلو أوي. أنا عايز أحط في الأول سين. شايفة دي الكوبري أهو. السين هتيجي هنا. يبقى كده هتعدي الكوبري ولا مش هتعدي؟ هتعدي. هي شرطها إيه؟ موجب. هتعدي الكوبري يبقى عامل فيها إيه؟ يبقى سالب 5 سين. الصف مكانها هتنزل في مكانها ما فيهاش اي مشكله. هتسالب 4 ص سالب. ثواني بعد اذنك. اجل الرقم المطلق. الرقم المطلق هو هيعدي من اليساوي لان الرقم المطلق مكانه هنا. طالما هتعدي من الكوبري يبقى تعكس الشرطه. هو سالب 3 يبقى هيتحول لايه؟ 3 ب. حد عنده مشكله مع الترتيب؟ حد عنده سؤال فيها؟ حد مش فاهمها؟ اللي مش فاهم يقول ما يتكسفش. لا هضرب ولا هشتم ولا هعمل اي حاجه خالص. ها؟ تمام. يلا هات المساله اللي في المنزل. المساله الثانيه اهو. صفحه 5. بيقول لي باستخدام المحددات اوجد قيمة س وص. سالب 2 ص موجب 3 س بتساوي 5. هو هنا مش مكتوب كاتب سالب 5 ص. لا يساوي سالب 5. يساوي 5 عندنا سالب 5. لا مش سالب يساوي. لو بيساوي جمع شويه يطبع. لا يساوي يساوي 5. هما نظرهم على قدهم. ص س 4 س ناقص 14 بتساوي 0. امسك معادله معادله. المعادله الاولى مترتبه ولا مش مترتبه؟ ترتيبي هيكون ايه؟ سماح. سماح. كلكم سماح؟ سماح. ها المعادله الاولى. هعكس شرطها ولا لا؟ لا. ليه؟ مش عارف الكوبري. بس اوعى تقولوا في الجامعه الكوبري ده الكوبري ده بتاع القيامة. مش عارف من الكوبري. يبقى 3 س يبقى ترتيب المعادله بتاعي 3 س ناقص 2 ص بيساوي 5. وكده الاولى بقت جاهزه للحل. امسك الثانيه بقى. تمام استاذ ياسين كريم. قول يا استاذ. ها؟ لا اشرح لي انا مش فاهم. هي المفروض تبقى س وص تساوي 4. حلو قوي. 4
4 س الاول هعكس اشارتها ولا لا؟ لا زي ما هي. تمام يبقى 4 س. ماشي بعد كده ص. هعكس اشارتها ولا لا؟ لا زي ما هي. ادي زائد ص. ماشي سالب 14 تطلع بره تبقى 14. برافو عليك تبقى 14. كده بقت المعادله جاهزه عشان كده انا عاملها لكم واجب. ما لقيتش صفر المحطوطه. ده 14 ملوش قيمه يعني. عندي قلنا محددات من الدرجه الثانيه هي عباره عن عمودين وصفين. درجه ثالثه تبقى كام عمود وكام صف؟ ثلاث اعمده وثلاث صفوف. تمام. واحد مثلا اربعه ثلاثه واحد واحد اثنين خمسه سته ثلاثه اثنين. عايزك تعمل زي كده في الرياضه. اقعد الف مسائل جدع والف مثلا اهو يا عم ارقام اكتب اي ارقام وحل مسائل ماشي؟ طيب انا دلوقتي محدد بالدرجه الثالثه ليها اربع طرق للحل. حل بالطريقه اللي تعجبك. الطريقه السهله حل بيها. انت هتلاقي الدكتور علي البيت في المره الجايه هيحلها لك بطريقه اسمها طريقه الاقطار فيخبي لك عمود ويخبي لك صف. الطريقه دي بتاخد لها نص ساعه. انا ما بحبهاش بصراحه. انا هديكم الطريقه السهله على طول. عقبال ما هو يوصل لربع المساله هتكون انت خلصت المساله وتدي له الناتج على طول. تمام؟ عايزك كده بص انا بحب الافضليه يكونوا ايه؟ اسمهم مسمى. اتفضل يا حبيبي. ما لا ما لوش دعوه بالطريقه. مش هيقول لك الناتج. بابل شيت عايز ناتج، عايز رقم. بس. تحلها بقى بعفريت، تحلها بدماغك، تحلها بخطوات، تحلها باي طريقه وعايز الناتج. المسواد هو بياخدها بس ما بنبصش فيها. تترمي سوري يعني في البصمه. تمام؟ ما حدش بيبص فيها، حدش اصلا بيبص في ورق حتى بابل شيت. بابل شيت بيتعلم بالكمبيوتر. تمام؟ الطرق اللي احنا هنقول عليها دي انا مش جايبها من عندي، ده طرق موجوده في الكتاب، بس هي كل الفكره ان الدكتور علي الدين بيحب طريقه معينه. تمام؟ ان هو يحول الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه ويضرب في رقم بره وكليه كده وكبيره كده مفيش دعوه. انا هديك الطريقه السهله اهو. ايه الطريقه السهله يا معلم؟ الطريقه السهله زي ما شرحتها لكم في الفيديو ان انا اطلع اول عمودين دول بره. بنفس ارقامهم، بنفس اشاراتهم، الموجب احط موجب والسالب احط سالب. زي ما هم ادي 4 3 1. 1 2 5. تمام. في اي مشكله كده؟ لا. 100 100. طب انا عشان احل المحدد اتفقنا ان انا ببدا باول رقم على اليمين من فوق واخد السنبوكسه بتاعته. تمام. ادي السنبوكسه بتاعت الجنب اليمين اهي. وادي الجنب الشمال. ابدا باول رقم على اليمين من فوق كام؟ اربعه. اربعه بعد اذنك. ما يقولش بعد اذنك. ادي السنبوكسه بتاعته هتبقى عباره عن ثلاث ارقام مش رقم واحد. تمام. ادي اربعه. ادي اتنين ادي اتنين. اربعة في اتنين في اتنين. زائد. اخد تاني رقم ناقص اهي. احنا كل ده على اليمين. ده مجموع حاصل ضرب الايمن. ناقص مجموع حاصل ضرب الايسر. اخد تاني رقم على اليمين. ادي الواحد. المقص بتاعه مين? تلاتة وواحد. يبقى اقول له واحد بتلاتة وواحد. زائد. اخر رقم ستة. المقص بتاعه 3 في 5 يبقى دي 6 في 3 في 5 كده انت خلصت القطر العين. طب انا قدامي دي وخلص. استني دي. حاضر. يبقى احنا زي ما اتفقنا ان المحدد ببدا باول رقم على اليمين من فوق بس المره دي في الدرجه الثالثه تبقى عارف نفسك انك هتطلع ثلاث ارقام. 3 من اليمين و3 من الشمال. 3 من اليمين و3 من الشمال. وتاخد السنبوكسه بتاعتي. ابدا باول رقم على اليمين من فوق اضربه في المقص بتاعه. ازيك يا ايمان عامله ايه؟ ابدا باول رقم على اليمين من فوق اضربه في المقص بتاعه بقول 4 في 2 في 2. تاني رقم الواحد في المقص بتاعه 1 في 3 في 1. الستة في المقص بتاعها 6 في 3 في 5. ادي اول ثلاث ارقام. نفس البوقين دول بس ابدا من الشمال. ابدا من الشمال. ها ادي الواحد. يبقى واحد في ثلاثة في اثنين.
ازاي؟ ابدأ بتاني رقم. أربعة. ثلاثة في خمسة. ازاي؟ ابدأ بتالت رقم. ستة. اتنين في واحد. وخلصت المسألة. كل دول هتحطهم على الآلة الحاسبة في خطوة واحدة. ما تقعدش تضرب لي كوس كوس. ما هي الآلة الحديثة ما احنا كل الفكرة في الآلات عشان كده. كل دول في خطوة واحدة على الآلة يطلع لك رقم. كل دول في خطوة واحدة على الآلة يطلع لك رقم. وطرحهم من بعض وخلصت المسألة. هدي واحدة تاني. 16 عدد 9 9 18 5 23 يبقى عندنا 9 3 19 و 23 يكونوا معلش يا دكتور بس 6 12 60 يبقى 66 و 12 78 78 يبقى سالب 36 والله اعلم. اتفضلي. معلش يا دكتور احنا ليه عملنا هنا زائد زائد؟ احنا كنا الاول بنعمل ناقص. مجموع حاصل ضرب القطر لا والله سعيد. والله سعيد. كل ده يمين كل ده شمال. تمام؟ هي دي الدرجة الثانية. ده مش فاهمها متحمس انا اللي عنده سؤال فيها انا هعيد واحدة تاني بس اللي عنده سؤال استفسار استفسار عشان اخد بالي هنا ولا ابقى حاجة تانية. 109 يا دكتور. 109؟ الرخامة دي. دي في خمسة. انا كنت بس فاهمه الاول في ايه في ليه بنكتب زائد كل الناقص طلع ناقص. هل اللي عنده سؤال اتفضل. بس اللي عنده سؤال اتفضل. حاضر انا عيد تاني. طيب يعني ايه رقم ان شاء الله هتشوف الطريقه اللي هيحل بيها الدكتور علي دي المره الجايه ان شاء الله. مش هقول لك يعني ايه طريقه يا دكتور علي النتيجه بتاعتها في الاخر واحد هي الرياضيه طبعا. هي المساله دي احنا كل الاربع ايه اسهل واحده طب هو يقعد يبص في ورقه ايش قدامه ما شاء الله ان شاء الله على كيش بيه يعني دي تعتبر اسهل طريقه دي اسهل طريقه نعم نفس الشغل بالظبط الله ينور عليك اسم جميل علاء بص يا اخويا علاء بص يا جماعه عشان اللي هيذاكر في البيت عشان انا هخلي السؤال ده للاذكياء اللي هيخلي السؤال ده هديله جنيه بالظبط انا دلوقتي هطلع دلتا العادي هاخد ارقام السين والصاد والعين فقط ماليش دعوه بارقامهم فقط نفس الشغل هو بعد كده اجي اطلع دلتا س ادي هخبي عمود س واحط الارقام المطلقه هطلع قيمه ص هخبي عمود ص واحط الارقام المطلقه هطلع قيمه ع هخبي عمود ع دي اللي زي عليها هي هي نفس كل المحددات تركيب واحد تمام وهي هي برضه ثاني كل حاجه هي هي تمام شطور يا علاء هيك عندي نص تاني بفكرني يلا يا باشا عشان احل المساله اكرر اول عمودين بره خلي لك ده سالب 2 نحط ممكن سؤال يعني اول عمودين دول ما نحطهم بره باسمهم المنطقه؟ لا 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 بس انت كده 100 المنطقه بتجيب شكل المساله من هنا يلا يا باشا علم دول بنفس ارقام ادي 1 5 6 2 سالب 2 3 تمام انا اخد بقى واحد مع سالب 2 لا مفيش احنا القانون قلنا مجموع مجموع حاصل ضرب الايمن ناقص مجموع حاصل ضرب الايسر عشان كده بنحط سالب تمام ابدا باول رقم على اليمين من فوق ادي 1 في المقص بتاعه ادي سالب 2 1 يبقى اقول كده 1 في سالب 2 في سالب 1 زائد ليه زائد؟ ما احنا بنقول مجموع مجموع حاصل ضرب الايمن اخد تاني رقم الاثنين في المقص بتاعه ادي الاثنين وادي السته يبقى اقول 2 2 في 6 زائد
اخد ثالث رقم سالب واحد في المقص بتاعه ادي 5 وادي 3 يبقى سالب واحد في 5 في 3 كده خلصت. لو بصيت كده ادي اهي السم بوكس ادي كده خدت اول 3 على اليمين خد اول 3 على الشمال يبقى انا هبدا من مين؟ 2 يبقى 2 في 5 في سالب 1 وعايزك تمسك قلم رصاص كده وتعلم عشان ما تتلخبطش اعمل دوائر زي ما انا عاملها كده واعمل نفس الشغل 1 2 في 3 زائد ها سالب 1 سالب 1 سالب 2 في 6 يبقى سيادتك ادي خدت اول 3 ارقام من على اليمين وخدت اول 3 ارقام من على الشمال واحد رخم هيقول لك السالب واحد كده اتكررت مرتين مالكش دعوه الله يكرمك مالكش دعوه واحد ارخم منه هيقول لك الخمسه والسالب اتنين ما جيناش عندهم تمام مالكش دعوه ستة دي اللي اتكررت لا سيادتك الستة دي والستة دي ستتين ستتين ربنا يزيد ويبارك بس يا معلم دول هيطلعوا لك رقم 23 لا قول سالب 5 لا قول لي واحدة واحدة سالب 5 يبقى دي 18 11 احسبها انا انا غلطان 24 26 26 15 11 سالب 10 6 6 و 12 18 من سالب كم؟ 8 11 من 8 3 اللي طلع ده بقى الثلاثة دي يا دكتور ايه دي شغل؟ طلع 11 معايا. لا مفيش سينات عشان نكمل حل خلاص كده الحل. بس ده في المفهوم. في المعادلة المدرجة الثالثة هتعمل لنا بص بقى دكتور علي الديب ربنا يجزيه خير يا رب عننا دكتور علي الديب مستحيل مستحيل بيقولها بالنص في المحاضرة مستحيل في المسألة دي يقول لك ايه وجد قيمة سين وقيمة صاد وقيمة عين. هو ما ده يعني المسألة دي هتبقى صفحة. يا سين بس يا صاد بس يا عين بس. لكن مستحيل يخليك تجيب قيمة الثلاثة. ما هو قيمة الثلاثة المسألة دي تاخد لها 9 ولا 9. طب احنا هنطلب مننا ان احنا نطلع قيمة الثلاثة ولا لا؟ لا اللي طلبه بس انا اوريكم شكل امتحان الترم اللي فات. هات صفحة 11. انا حتى كاتب لك عليه تاريخ الامتحان الامتحان الاولاني المساله الاولانيه اللي هي الدرجه الثانيه باستخدام المحددات فان قيمه سين وصاد اللي اتحقق المعادله دي هطلع قيمه سين وصاد زي ما خدناها وادور عليها في الاختيارات هنا واعلم عليها وخلص الامتحان المساله اللي بعديها السؤال الثاني ده الواجب بتاعك ها الواجب بتاعك السؤال الثاني باستخدام المحددات في حل المعادلات هتلاقي اول سؤال بابل شيت قيمه دلتا العامل اللي هي محدد المقام دي اللي هي دلتا العامل اللي هو زي ما قلت لك الثلاثه بعد كده عايز منك قيمه عين دلتا عين بعد كده عايز منك قيمه عين يبقى مش طالب منك يا سين ولا ص عايز منك عين بس ربنا يكرمك وعرفت تحلها معادله في الدرجه الثالثه كان بيها ما عرفتش ممكن ترجع في الفيديو كان بان انا كده كده المحاضره الجايه هديكم محدد من الدرجه الثالثه معادله دكتور ممكن يجيب لنا سؤال متلخبط زي الاولاني اللي هو سين مثلا مع عين واحنا نرتبهم كده يعني يبقى سين صاد عين فدي لسه المساله الثانيه اللي هي السؤال الثاني ده اللي هيحلها صلاه النبي كده ياخد 5 جنيه ماشي اللي هو السؤال الثاني بتاع المحدد من الدرجه الثالثه اللي هيحلها ياخد 5 جنيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما حدش عارف يحلها ليه؟ صفحة 11 ده الواجب يعني الواجب صح؟ الواجب؟ السؤال الأول هتحلوا لي وتبعتوا لي النهارده مع المسألة الثانية خلصت أنهي مسألة؟
دي السؤال الاول صح حضرتك؟ لا انا هو انتوا خلاص جبتوا جايز. اول مساله واجب ان هي في صفحه 5 اللي هي المعادله اللي ما كانتش مترتبه ومترتبه.